مساحة للرأي، أهلا بكم. هل اقترب السلام في اليمن؟ تساؤل بات يطرح بقوة بعد زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض وإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين لاستئناف مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار بعد وساطة عمانية. المحادثات تركزت على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وملف الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل. المراقبون يرون أن هناك عوامل عدة من شأنها إنجاح محادثات الرياض ووضع اللبناء الأولى على طريق الحل السياسي، أبرزها النتائج الإيجابية التي جرت في صنعاء قبل 5 أشهر بين وفد سعودي والحوثيين، فضلا عن الهدنة وما تبعها من وقف إطلاق النار وحلحلة لبعض القضايا الاقتصادية والإنسانية، بينها تبادل الأسرى، وهو من شأنه أيضا تيسير التفاوض على صيغة نهائية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار قبل الانخراط في مفاوضات سياسية برعاية دولية. فهل تؤثر هذه المحادثات على بداية نهاية الأزمة السياسية في اليمن، وما الترتيبات التي اتفق عليها الجانبان؟ هذا ما تجيب عنه ضيفتنا دكتورة زينب الدربي نائب رئيس تحرير الوفد. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. الآن مشاهدينا مع تقرير ونعود ونبدأ الحلقة. أمال كبيرة يعقدها اليمنيون على إحلال السلام في بلدهم التي أنهكتها الحرب في عقد جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين سعوديين وحوثيين في المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية معلنة لوفد الحوثي للرياض منذ اندلاع حرب خاضها الطرفان عام 2015. ووفق الخارجية السعودية فإن دعوة المملكة للوفد الحوثي تأتي استكمالا للقاءات والخطوات التي أجراها وفد سعودي برئاسة سفير المملكة في اليمن محمد الجابر في صنعاء إبريل الماضي، وامتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت قبل نحو 3 سنوات من الرياض ومسقط لوقف إطلاق النار والتوصل لحل شامل ومقبول من الأطراف اليمنية كافة. كما أن زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض برفقة وسطاء عمانيين تأتي استجابة لجهود الوساطة العمانية، حيث جاءت عقب يوم من زيارة أجراها ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط. من جانبهم أكد الحوثيون أن الحل الشامل لا يتحقق إلا بالحوار ووقف الحصار، وأن المحادثات مع الرياض طابعها إنساني، حيث تنص المبادرة السعودية على التوصل لصيغة نهائية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار كمرحلة أولى بإشراف أممي وإيداع إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي، وتركز على الفتح الكامل لمطار صنعاء والموانئ التي تخضع لسلطتهم ودفع أجور موظفي القطاع العام ومناقشة جهود إعادة الإعمار ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن ثم بدء مشاورات يمنية. وأشارت الجماعة إلى أنها أجرت عددا من اللقاءات في مسقط مع الوفد السعودي، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأخير زار صنعاء 3 مرات خلال الفترة الماضية، حيث تسعى السعودية لاحتواء الحوثي امتدادا لتصالحها مع إيران. تحركات سياسية تقودها أطراف عدة لتدوير الزوايا بين القوى اليمنية سبقتها لقاءات بين المبعوث الأممي والمجلس الرئاسي اليمني للبحث عن حلول جزئية أو كلية للأزمة اليمنية التي دخلت عامها 9، وتلك حلول لا يبدو أفقها واضحا في ظل وجود 3 أطراف رئيسية، الحوثيين في صنعاء والشرعية في عدن والمجلس الانتقالي جنوبا، وتلك أطراف لم تتفق بعد فيما بينها على صيغة لمستقبل اليمن. عدنا مرة أخرى مشاهدينا. يعني إذا تحدثنا عن الوضع يعني مؤخرا في اليمن فهو وضع متأزم، وخاصة في يعني الشهور الماضية المملكة العربية السعودية قدمت العديد من الدعوات لحل هذه الأزمة وتقديم السلام، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة وزيارتها أيضا للشرق الأوسط وتحاول وجود يعني ساحة على الأرض لوجود سلام. هل يعني هذا التوقيت ليه مؤشر معين؟ شوفي حضرتك، هو التوقيت اللي احنا فيه هو ليه مؤشر معين بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
جو بايدن بيواجه معارضة كبيرة قوي من الجمهوريين لإغلاق ملف حرب اليمن زي ما كان بيواجهها قبله دونالد ترامب. طيب جو بايدن دلوقتي على وش انتخابات، فهو بيحاول ان هو يقفل الملفات اللي فيها مشاكل. السعودية من الجانب الآخر مش عايزة دايما تتهم في ملف حقوق الإنسان إنها طرف في الصراع في اليمن واللي أدى إلى تفاقم المشاكل الإنسانية والحالة الصحية المتردية بالنسبة للشعب اليمني. عايزة يتبدل دورها إلى أنها تلعب دور يعني بيحل السلام مقابل الصراع العسكري على أرض اليمن، وبالتالي يتغير دورها وشكلها في ملف حقوق الإنسان اللي هو دايما بالنسبة لها يعني عايزة أقول فزعة من الغرب في وجهها في كل المشاركات اللي بينها وبينها. ولكن المشكلة داخل اليمن يعني هي مشكلة داخلية بين الحوثيين والحكومة الشرعية، أم تعتقد أن هناك أيدي خارجية تدعم هذا الشقاق الذي يحدث داخل اليمن؟ طبعا يعني لسه هنكمل الكلام. دلوقتي إيران كانت بتدعم الحوثيين بشكل يعني عايزة أقول أساسي، دلوقتي السعودية دخلت في هدنة تعتبر مع إيران برعاية تركيا الأول ثم رعاية صينية، وأصبح الآن أيضا في هدنة من الجانب الآخر ما بين أمريكا وما بين إيران في مقابل الإفراج عن الأسرى الأمريكيين، وفي مقابل من الجانب الآخر الإفراج عن مبالغ مالية محجوزة للإيرانيين في بنوك كوريا الجنوبية. إذن الرعاية الأساسية من الولايات المتحدة ومن السعودية اللي هي بترأس التحالف الدولي للحرب في اليمن، والسعودية اللي بترأس التحالف العربي برعاية الأمم المتحدة، هما الاثنين عايزين يعني دخلوا في شكل جديد من العلاقة مع إيران الراعي الرئيسي لجماعة الحوثيين، وخصوصا ان الولايات المتحدة رفضت قريبا ان هي ترجع تدرجهم مرة اخرى على قوائم الارهاب كبادرة ان هم يقعدوا على طاولة التفاوض ويتكلموا ويكون في هدنة. احنا فعلا نجحنا في الفترة اللي فاتت ان يبقى في هدنة لوقف اطلاق النار بحيث ان تدخل المساعدات الإنسانية والأجنبية والصحية إلى الشعب اليمني في منطقة الشمال. هم بقى عايزين يوسعوا الهدنة دي في المرحلة الجديدة من التفاوض في الرياض، وكان ليها بادرة إن الحوثيين وافقوا مؤخرا إنهم ينتقلوا إلى الرياض للتفاوض، ودي برضو معنى كده إن في استعداد قبل الجلوس إلى المفاوضات في المهادنة إلى حد ما بينهم وبين الأطراف الأخرى. نعم. الحوثيين يعني يستفيدون اقتصاديا بشكل كبير من وجودهم داخل اليمن وتأثيرهم واضح داخل اليمن. ما هو الرادع بالنسبة للحوثيين للابتعاد عن المشهد؟ ما فيش رادع، لأن خلي بالك حضرتك هم دخلوا في حرب، احنا بقالنا 8 سنين محدش لحد دلوقتي فاز على التاني بشكل، بل بالعكس اتقسمت اليمن، هم خدوا الشمال والرئاسة المجلس الرئاسي في عدن ومجلس انتقالي في الجنوب، يعني البلد بقت ثلاث بلاد. فاللي عايزة اقوله ان هو الخوف دلوقتي ان الحوثيين يظنوا انهم انتصروا وان هم بيجلسوا جلسة المنتصرين للتفاوض بالظبط، وان السعودية الناس كلها عمالة تخمن تقول ايه، يعني معنى كده ان السعودية والتحالف هيعترف بيهم يعني هيديهم الشرعية. فلحد دلوقتي دي كلها تكهنات وتوقعات. في بعض الخبراء بيقولوا ان لو احنا فضلنا تركيزنا الوحيد على الملف الانساني معنى كده اننا بديهم الشرعية بشكل غير مباشر من غير ما اقول لهم انتوا دلوقتي بتحكموا الشمال، ولكن انا دلوقتي بسمح لهم انهم يصدروا النفط والغاز
من مكانهم ان هم يبتدوا انهم يدوا الموظفين المرتبات، يسمحوا بدخول المساعدات، وقف اطلاق النار، تبادل الاسرى. كل دي انا بديهم الشرعية ان هم بيديروا المكان ده بشكل غير يعني بشكل غير صريح، ولكن ولكن فعليا يعني ولكن فعليا ما حدش انتصر لحد دلوقتي. لم تحصل المعركه في صالح احد او لا في صالح الشرعيه والجيش اليمني الشرعي للبلاد، ولا في صالح الحوثيين بشكل رسمي. ولكن الحوثيين يستفيدون اقتصاديا من البترول ومن الموارد الموجوده داخل اليمن وتصديرها للخارج، بيستفيدوا بشكل مادي. ما هم بيستفيدوا دلوقتي بشكل مادي، بقالهم 8 سنين ما ادوش الناس مرتباتها، فبيستفيدوا بشكل مادي ولكن غير شرعي. الاتفاق اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي ان الفلوس بتاعه العائدات دي كلها تتحط في البنك المركزي اليمني، وفي مقترحات ان يتنقل البنك المركزي اليمني يتحط في بلد محايد خارج اليمن، بحيث ان احنا نحافظ على هذه العوائد وان هي تضخ مرة اخرى في صالح مصالح الشعب اليمني، وان هم يدوا الناس اللي ساكنة في شمال اليمن مرتبتها. طيب المملكة العربية السعودية طبعا هي من مصلحتها ان تستقر اليمن، لانها يعني قريبة جدا على الحدود من المملكة العربية السعودية، يعني اكثر دولة مستفيدة من السلام داخل اليمن هي المملكة العربية السعودية، ودائما تقوم بدور الوسيط لوجود السلام وجود الصلح بين الاطراف. لماذا لا يستخدم يعني ضد الحوثيين اذا كان التفاوض بشكل رسمي يعني ليصل لنهاية، لماذا لا يستخدموا الجيش او يستخدموا القوة لردع الحوثيين، وخاصة انهم ميليشيات ليسوا يعني جيش وطني؟ شوفي حضرتك، المجلس الرئاسي نفسه الشرعي بتاع البلد مش عارف يتوصل لاتفاقات نهائية لا مع الحوثيين ولا مع المكونات السبعة للمجلس ده، لان اليمن مجتمع طبيعته قبلية، والمكونات السبعة من القبائل اللي موجودة في المجلس الرئاسي المعترف بهم مشرعيين ليهم علاقات ومصالح مع الحوثيين نفسهم، فلا يمكن انكارهم. طيب هم قعدوا يحاربوا بعض 8 سنين ولم ينتصروا، خلاص كل مكون من القبائل اللي بحكي لحضرتك عليهم دول عنده جيش وعنده أسلحة وعنده ميليشيات برضو. لو أنا فضلت أحارب بالشكل ده قد تدخل أطراف أخرى من هذه القبائل يتم استقطابها مع الحوثيين وتصبح حرب أهلية، وما اقدرش برضو اسيبها للشعب اليمني ان يقرر مصيره، لانه لو قرر مصيره زي ما بقول لحضرتك مكونات المجتمع كله مسلحة هتقود الى حرب اهلية. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نظل في سلسلة من المفاوضات. هما طبعا دلوقتي بيشعروا بالانتصار ده، وهيبتدوا انهم مش هيبتدوا، هما يعني شغالين ابتزاز للسعودية وللمجتمع الدولي بشكل مشروط، بحيث انهم يوصلوا لكل يعني عايز اقول ايه تحقيق مصالحهم واهدافهم. طيب معروف ان اليمن طول عمرها منزلق زي افغانستان كده، لكن هي طول عمرها منزلق. دخل الجيش المصري زمان ايام الرئيس جمال عبد الناصر في الستينات برضو لحسم المسألة دي، وفضلوا منقسمين لشمال وجنوب لحد ما اتحدوا سنة 92 او 91 على يد علي عبد الله صالح برضو بتدخل من السعودية والاطراف العربية، ولكن ساعتها كان في حضور عربي قوي وكانت الدول العربية ما زالت بقوتها وجيوشها، يعني عايزة اقول ليها الثقل الاستراتيجي على الارض في المنطقة العربية. دلوقتي لأ، يعني حتى وهم بيتفاوضوا رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الشرعي بيسافر الولايات المتحدة علشان يتكلم معاهم، يعني نعمل ايه؟ اذا
التدخل الأجنبي هو اللي أطال فترة الأزمة. خلي بال حضرتك ان هما من مصلحتهم ان طول الأزمة، لان زي ما بيقولوا الحسنة بتحسب، يعني السعودية والإمارات بيحاسبوا على كل تواجد الدولي العسكري على الأرض. الإمارات انسحبت من السنة اللي فاتت، والسعودية الآن يعني ليس في مقدورها الاستمرار بالشكل ده في هذا الصرف يعني فوق الخيال، لأنها كمان داخلة في ملفات أخرى تنموية داخل بلادها، وعايزة إن هي كمان يبقى في بديل لبيع النفط. إذا في تراجع في الإيرادات في الخزانة السعودية، وأمامه صرف مستمر في اليمن، ومشكلة أمام شراكتها مع الكيانات الدولية بسبب ملف حقوق الإنسان بتاع حرب اليمن. إذا هي كمان عايزة تصفر مشاكلها دي كلها. أكيد. نعم سنعود لهذه النقطة مرة أخرى، ولكن مشاهدينا الآن نتعرف على أهم ما كتبته الصحافة عن الوضع في اليمن ونعود مرة أخرى. الدكتور محمد القبيبان الباحث في العلاقات الدولية أشار إلى أن المحادثات الحوثية في الرياض تعد فرصة كبيرة، ومؤشرا على أن جميع الأطراف تأمل بإيجاد حل سلمي في اليمن، إلا أن هناك تحديات كبيرة أمام الطرفين، ما يستوجب التنازل من الوفدين للمضي قدما وتحديدا في الملفين الإنساني والاقتصادي. في حين كتبت صحيفة عكاظ أن إشعال فتيل النزاع والاستمرار في الحروب سهل، لكن صنع السلام يتطلب شجاعة وتضحيات وتنازلات واحتكاما لصوت الحكمة والعقل، وهذا هو المنشود من الفرقاء اليمنيين، مضيفا أن إحلال سلام مستدام في اليمن سيهيئ الأجواء لاستقرار المنطقة وتوفير مناخ للتعاون الإقليمي البناء. بينما يرى المحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوج أن الجميع يأملون خيرا بأن يكون هناك اتفاق، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه اتفاق مفخخ، لأن ميليشيا الحوثي لم تصدر تصريحا واحدا بأنها تقبل بالمرجعيات أو بالأطراف اليمنية أو أنها تقبل بالتفاوض مع الحكومة الشرعية. وفي صحيفة الأيام إن الحل للأزمة في اليمن حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية، وأن النجاح في ذلك يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذا لإرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة. مرة أخرى مشاهدينا، طبعا الوضع يعني في اليمن يتأذم أكثر، ولكن هناك يعني كما ذكرتي بعض التنازلات، منها التحدث عن مرتبات الموظفين، التحدث عن المزيد من الإعانات والمساعدات من دول أخرى. كيف ترى يعني المستقبل القريب بالنسبة لليمن؟ بصي حضرتك، اليمن دلوقتي ممكن يكون الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مؤخرا في مجموعة الجي 20 اللي كانت في نيودلهي في الهند من أسبوع، عن الطريق بتاع الشرق من الغرب، من الشرق للغرب. اليمن موجودة في مكان استراتيجي خطير جدا، وهو على باب المندب. باب المندب صحيح هو يعني عايزة أقول إيه، بتمر منه كل السفن اللي رايحة منه على قناة السويس، لكن لا يمكن تجاهله ولا يمكن تجاهل اليمن على البحر الأحمر، وكمان في طرق التجارة اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. قد تكون دي بادرة أمل إنه يعيدوا تشغيل المواني اليمنية في مواقع استراتيجية خطيرة جدا على المحيط الهندي والهادي والبحر الأحمر، وبتربط ما بين أسيا وأفريقيا، شرق أفريقيا في المنطقة اللي هي فوقيها على طول إثيوبيا، فمكانها خطير لا يمكن تجاهله.
ولا يمكن برضو انهم يعملوا طريق تجاري زي ده في مكان هيقابلهم اللي هو في اليمن، لازم يعدوا عليه وعلى المواني بتاعتها. واليمن مش مستفيدة، مش مستفيدة ماديا من مرور السفن، مش بس دلوقتي يعني ده مشروع مستقبلي، ولكن هم ما يقدروش يعدوا على مكان معرضين فيه للاستيلاء على السفن دي او على يعني عايزه اقول ايه طريق القطارات والسك الحديد اللي هو اعتقد يعني في رايي لازم يمر على اليمن او فوقيها او تحتها، موقع استراتيجي جدا. فما اقدرش اعرض بضاعتي اللي داخله فيها الدول دي كلها اللي بتعدي عليها الطريق ده، حوالي 15 دوله مثلا، ما اقدرش ان انا اعرضها للخطر، هتبقى فيها نوع من القرصنه كمان. بالظبط. اذا انا لازم اصفر عداد المشاكل ده واخلي يبقى فيه يعني طريق آمن، طريق آمن مهما طال، يعني مسافته أكتر من 5000 كيلو، أتصور إنه ممكن يوصل لسبعة آلاف، فمش ممكن يكون وكمان إيه منقسم ما بين بحري وما بين بري، لا يمكن أمرره في أماكن تكون غير آمنة. إذا هي جاية في مصلحة اليمن، ميناء عدن من أهم المواني العالمية، يعني عايزة أقولك من أهم المواني العالمية ميناء الحديدة كذلك، بس ميناء الحديدة بقى تحت سيطرة الحوثيين وميناء عدن تحت المجلس الرئاسي. فإذا أنا لازم يكون في توافق علشان لما المواني لما السفن دي أو الطرق دي تعدي فيها البضائع سواء من هنا من عدن للحديدة أو العكس صحيح، لابد أن يكون طريق آمن حتى لا نعيد الكرة مرة أخرى للتدخل. هل يمكن ترك الأمر للشعب اليمني لاختيار مصيره وعمل انتخابات ديمقراطية وهم يعني اللي يختاروا هم عايزين مين؟ لأن الانفصال وتعدد الـ يعني الحكومات ده هو ده السبب في المشكلة، فهل يمكن ترك الأمر للشعب اليمني؟ ما هو من ضمن المقترحات ان جزء من اليمنيين مقتنعين بالحوثيين وليهم انتماءات طائفيه زيهم. طيب ما نعمل انتخابات والناس هي اللي تقول عايزه مين؟ ده من ضمن برضو يعني ما هو مطروح على طاوله المفاوضات، ولكن ممكن يبقى يعني ايه قدام شويه. هما دلوقتي اهم حاجه عندهم الملف الانساني اللي هو هيجيب فلوس ويدفع مرتبات الناس علشان تقدر تعيش، لانهم في ازمات اقتصاديه كبيره جدا. فهم برضو شوفي في محاولات دوليه قويه دلوقتي لقفل يعني لغلق منابع الهجرات الغير شرعيه من الدول المتازمه دي. اليمن من ضمن المحطات اللي بيجي منها بيعدي منها الأفارقة ويخرجوا إلى الهجرات الغير شرعية، فهم عايزين يقفلوا برضو يعني المحطة دي، مدخل المدخل ده، زي ما هم عايزين يقفلوا ليبيا. بس ليبيا دلوقتي حصلت المشكلة اللي هي فيها بتاعت الأعاصير والسيول والكلام ده كله والفيضانات، هم برضو خايفين إنه يتجدد الهجرات دي، لان حتى اهل درنا اللي اتبقوا بيقول لك هنرجع لفين؟ يعني فده برضه فاحتمال من الاحتمالات ان ناس برضه تحاول تهاجر. اذا في والاتحاد الاوروبي استحدث سياسه مؤخرا للهجرات الغير شرعيه دي، بس هي سياسه مكرره، وهي ايه؟ التنميه وغلق ابواب الهجرات دي داخل البلاد اللي بتتعثر او اللي فيها مشاكل علشان الشعوب دي ما تضطرش انها تتركها وتذهب الى بلاد اوروبا والولايات المتحدة. لماذا لا تقدم مساعدات دولية للدول الاكثر هجرة؟ يعني لو عملنا نوع من الاحصاء وقلنا ايه اكثر الدول الافريقية او العربية اللي بيتم فيها هجرة غير شرعية للشباب، لماذا لا تقدم مساعدات دولية لدولهم حتى يعني يشعروا بالتنمية ويشعروا بالنمو الاقتصادي داخل بلدهم وتقل بالشكل التدريجي الهجرة غير الشرعية؟ شوفي الدول الأفريقية اللي فيها هجرات غير شرعية دي دول غنية جدا بمواردها،
بتيجي الدول اللي عايزة تستغل الموارد دي بتاخد هذه الموارد بمبالغ ضئيلة جدا، وبيبقى فيها نوع من يعني عايزة اقول ايه، تقديم الامتيازات الى اصحاب النفوذ في هذه الدول بحيث انه يمرروها بشكل يعني ايه شوية علينا وشوية لينا والكلام ده كله، فلا يستفيد ولا تعود بالعائد اللي يمكن ان يلمسه الشعوب الفقيرة دي. يعني هم غني جدا زي النايجر كده مثلا، طول يورانيوم بيشغل فرنسا ودول اوروبا بالكهرباء، وعشان كده حصلت المظاهرات وطلبوا ان خروج القوات الفرنسية. طيب فرنسا بيقولوا لها انت ليه ما بتعمليش تنمية حقيقية في الدول دي، بتقول لك انا باخد منهم اليورانيوم وبقدم مساعدات. اذا مسألة المساعدات للشعب هي دي المشكلة، لا مسألة المساعدات اللي انا افضل سايبه في الفقر والاحتياج ده لأطول فترة ممكنة بحيث يظل السيطرة عليه وعلى موارده ومقدراته برضه لأطول فترة ممكنة. فدي مسرحية، يعني دي مسرحية، قصة ان انا ما انا بقدم مساعدات ما انا معرفش ايه، دي مسرحية. لاني انا لو فعلا بعمل تنمية حقيقية في الدول دي هو مش هيضطر ان هو يمشي ويبيع اللي وراه واللي قدامه علشان يطلع فقارب ويوصل يا ما يوصلش. فهي كلها مسرحية لاستمرار استنزاف وابتزاز هذه الدول بها فيها اليمن برضو. إذا زي ما حصل قبل كده يعني من قرن يمكن أو أكثر، وقت إنجلترا أنها احتلت معظم الدول الإفريقية المستعمرات، فكانوا بياخدوا كل الخيرات اللي في إفريقيا، وده كان بيحصل يعني. ده لما حصل الاتفاق الودي بينها وبين فرنسا حصل عشان يقسموها بينهم بدل ما احنا بنتخانق عليهم. يعني حتى بالظبط زي دلوقتي، بدل ما نتخانق خلينا نقعد ونقسمهم بالتراضي بيننا وبين بعض. أنا بشكر حضرتك جدا في النهاية دكتورة زينب الدربي نائب رئيس تحرير الوفد، شكرا جدا لوجود حضرتك نورتينا، وشكرا جدا على المعلومات طبعا حضرتك أفدتينا بيها، شكرا جدا. بشكر جدا كل مشاهدينا على المتابعة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء.